لما قرأ الإمام حسن البصري قول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قال لأصحابه استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا، يعني كثروا المعارف الطيبين اللي تعرفونهم فإنهم ينفعونكم يوم القيامة. قالوا لك كيف؟ كيف ينفعوننا؟ قال إن أهل الجنة بينما هم فيها إذ تذاكروا أحوالهم في الدنيا، فيقول واحد منهم يا جماعة ما فعل صديقي فلان؟ أنا أذكر كان عندي صديق في الحارة، يعني أعرفه أشوفه أحيانا أسلم عليه، كان معنا في جروب في الواتس أب، كان يراسلني في تويتر، كنت مضيفه عندي في السناب، أسمعه أحيانا، أسمع منه حديث، صح أكثر اللي عندي في السناب استهبال وخربطة، لكني مضيف لي واحد اثنين من الخيرين، ها أسمع لهم شوية كلام طيب. ما يا أخي أنا ما فعل صديقي فلان، هذا اللي في الجنة يسأل عن واحد كان في الدنيا ربما كان عاصيا لكن بينه وبينه شوية علاقة، فيقول له الملائكة والله صديقك فلان ما يعني أعماله السيئة كثير ودخل النار. فيقول هذا المؤمن يا ربي لا تكتمل لذتي بالجنة إلا بوجود صديقي فلان معي، لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان معي. فيأمر الله تعالى ويخرج هذاك من النار ويدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار من شفع له؟ أبوه شهيد؟ فيقال لا. عجيب، طيب أخوه شهيد؟ لا. شفع فيه الأنبياء المقربون، شفع فيه الملائكة، شفع فيه. فيقال لا. طيب من شفع فيه؟ فيقال شفع فيه صديقه فلان. عندها يقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، يا ليت لنا رجعة، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فنكون من المؤمنين. يبدون يندمون يقولون يا ليتنا نرجع للدنيا حتى نغير صداقاتنا. ولذلك أنا أقول لكل واحد من عيالي يا ولدي أنت مهما صاحبت من ناس، خدت واحد من أخوياك، أنتوا اثنينكم مثلا على معاصي معينة ولا على تفريط معين، على الأقل يا ولدي خل عندك ناس طيبين تعرفهم، عندك جروب على الأقل فيه كم مطوع يعينونك على الخير، عندك جروبين تسمع فيها حديث، تقرأ لا تنسى قراءة سورة الكهف، تقرأ لا تنسى أذكار الصباح والمساء، يرسلوا لك بروشور عن محاضرة، حتى يبقى بينك وبين الطيبين، بينك وبين الأخيار ولو شيء من التواصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. على الأقل إذا أحببت في الله، لو سألناك أنت دخلت الجروب ليش؟ يوزعون عليكم فلوس كل جمعة؟ ولا تقول لا والله بس إني أحبهم في الله، صراحة جزاهم الله خير، عندي جروبات كلها خربطة ومدري إيش، لكن هالجروب جروبين في الواتس أسمع منهم شوية ذكر، أسمع خير، أسمع قرآن أحيانا، مقاطع مؤثرة، مخليهم والله بس ها يعني كل يومين ثلاثة أسمع شيء يرقق قلبي، ابشر بالخير. ما دام أنك صاحبتهم ورافقتهم وصرت متصلا بهم ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده وإكراما لدينك ورفعة لكلمة الله، اعلم انك ستنتفع في الدنيا ولا في الآخرة. اهم شيء انك بس تهتم بالصحبة التي تكون معك، ان تكون صحبة فعلا خيرة تدلك على الخير تعينك عليه، يعني ها تقربك اليه ولو شيئا يسيرا.